اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن مصطلح اقتصادي هو مونوبولي او الاحتكار. امتى يكون السوق الاقتصادي بتاعنا فيه نسبه احتكار لمنتج معين او سلعه معينه، وامتى اقدر اقول عن تاجر ان التاجر محتكر للسلعه او محتكر لمنتج؟ ده هنعرفه النهارده في الفيديو بتاعنا. الاحتكار بمعنى واضح وبكل بساطه هو غياب المنافس. تخيل لو في شخص هو الوحيد في الدنيا اللي بيصنع شواحن موبايل او بيعرف يصنع ازاي، قام مستغل ده وقال محدش هياخد شواحن غير مني انا. هو ده ببساطه الاحتكار. لكن الموضوع مش بالبساطة دي، الموضوع أعقد من كده وأخطر من كده. موضوع الاحتكار ظهر من زمان جدا ولسه موجود لحد دلوقتي. أي نعم نسبة وجوده في الاقتصاد الحديث أو في العالم الحديث قلت، لكن لسه النسبة موجودة وتمثل خطورة وتصرف غير عادل على مستوى السوق الاقتصادي العالمي. موضوع الاحتكار تاريخه طويل جدا، بدايته كانت في الهند وبالتحديد شركة الهند الشرقية لما كانت محتكرة تصدير الشاي والتوابل والبهارات لكل قارة أوروبا. وبرضه في ألمانيا في قصة مشابهة لاحتكار الكبريت لما جه راجل من السويد ودفع تقريبا 500 ألف فرنك عشان حاجه كده زي ما يكون احتكار الكبريت ويبقى هو صاحب الكبريت. لكن القصه دي انتهت سنه 1983، بس على قد ما الراجل ده عمل مشكله في السوق من قله المنتج لانه كان بيتحكم فيه وطبعا من قله الجوده وغلو السعر، الا ان لفت نظر الاقتصاد الحديث والعالم كله لمشكله الاحتكار وخطورتها. اول دوله في العالم كله يكون لها السبق في قانون لمنع الاحتكار كانت امريكا. سنه 1890 امريكا عملت قانون اسمه قانون شيرمان لمنع الاحتكار، واصبح الاحتكار جريمه يعاقب عليها القانون في امريكا. سنه 1950 ابتدت المانيا تجرم موضوع الاحتكار، واخيرا الاتحاد الاوروبي سنه 2003. وعشان امريكا كانت اول دوله تطبق قانون ضد الاحتكار، شركه مايكروسوفت كانت هي المتضرر الاكبر من القوانين دي. وده لان سنه 2013 الاتحاد الاوروبي رفع قضيه على مايكروسوفت وطالبها ب 561 مليون اورو. وده بسبب ان المسؤولين عن الموضوع ده في الاتحاد الاوروبي شافوا ان كل اجهزه الكمبيوتر الموجوده في بلادهم لازم يكون عليها نظام تشغيل ويندوز، وده يعتبر احتكار من وجهه نظرهم. اما بقى عن الدول اللي استفادت من موضوع الاحتكار، برضه كانت المانيا، وده لانها احتكرت موضوع البريد والقمار لسنين طويله جدا في اوروبا كلها. وفي نوع تاني من الاحتكار مختلط شويه بالملكيه الفكريه، وده ان شركه او شخص معين يصنع منتج ويفضل محتكره عشان الجمهور هو اللي عايز كده، ان الجمهور بيختار المنتج بتاعه عن اي منتج تاني. وكمثال على كده شركه زيروكس لالات الطباعه، الناس قعدت فتره طويله جدا بتشتري منتجات شركه زيروكس عن اي شركه تانيه، وده يعتبر احتكار لكن نسميه احتكار شرعي، وده لان الدعم من الناس، الناس كانت بتشتري منتج رغم وجود منتج بديل. لكن في النهاية وعمليا الاحتكار بيكون بس لو الشخص واخد نسبة تزيد عن 25% من السوق او من المنتج من غير ما يكون في بديل للمنتج ده. الاحتكار اضراره ومساوئه كتيرة جدا، اهمها زيادة الاسعار طول الوقت وزيادة الطلب على المنتج اللي دايما مش موجود، وده لان المحتكر دايما بيخبي المنتج وبيقلل كميته في السوق عشان يقدر يعرضها بالسعر اللي هو عايزه. الاحتكار سلوك سيء جدا، ويعتبر السلوك دنيء في بعض الحالات. بعض الدول بتجرم حالات الاحتكار لحد الخيانة العظمى في حالات زي الحروب او الاوبئة او الكوارث، زي ما حصل السنة اللي فاتت في الجائحة بتاعت فيروس كورونا. بعض التجار خبوا السلع والادوات الطبيه المهمه جدا للحالات دي عشان يقدروا يبيعوها بسعر اغلى، وزي ما لسه قريب حاصل في لبنان ان بعض التجار خبوا لبن الاطفال عشان يقدروا يبيعوه بسعر اغلى. طبعا اللبن ده فسد وانتهت صلاحيته والحكومه عدمته ومحدش استفاد منه. سلوكيات زي كده بتبين لك قد ايه ان سلوك الاحتكار سلوك مش كويس ومسوء واضراره كتيره جدا. دي كانت نهايه الفيديو بتاعنا اللي اتكلمنا فيه عن الاحتكار باختصار شديد.